السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن متصدر الدوري الانجليزي المدفعجية فريق ارسنال بقيادة ارتيتا. كل التفاصيل عن الفريق واسباب تصدره للدوري الانجليزي هنعرفها في الفيديو بتاعنا النهاردة في الكورة مع محمد الجاحي. بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك لو تكرمتم، ويلا بينا. ارسنال بيقدم هذا الموسم متعه كرويه عاليه جدا مع المدير الفني ارتيتا في الموسم الرابع لتوليه الفريق، بعد سلسله من الانكسارات والاهتزازات لفريق ارسنال منذ دوري 2005 مع ارسن فينجر. ارسنال هذا العام بيقدم كوره عاليه جدا، بيتصدر الدوري ب 50 نقطه في المركز الاول بفارق 5 نقط عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي وبمباراه اقل من مانشستر سيتي. تصدر ارسنال للدوري الانجليزي بيرجع لمجموعه اسباب، اولها المدرب ارتيتا صاحب العقليه التدريبيه الفنيه العاليه جدا بحكم ان اشتغل مع المدرب العالمي القدير جوارديولا، وكان خارط الميز للمدرب العالمي جوارديولا اللي قدر يتشرب منه العقليه الفنيه العاليه جدا وادارته الجيده جدا للمباراه. تاني الاسباب كان ملاك نادي ارسنال اللي تركوا المجال لارتيتا يتعامل مع الفريق كما يرى وكما يريد، وفي بعض الأوقات مع تدني النتائج لم تتعامل معه الإدارة بمبدأ الثواب والعقاب وتركوا له المجال يعالج الأخطاء كما يرى وكما ينبغي مع توفير متطلباته من التعاقد مع اللاعبين. ثالث الأسباب كان تعاقد نادي أرسنال مع مجموعة من اللاعبين يملكون عقلية البطولة زي جيسوس وزينتشينكو، وده ساعد في زيادة الرغبة عند اللاعبين في تحقيق البطولة. عقلية أرتيتا الفنية اللي قدر يعمل فريق مزيج بين الشباب والخبرة ولكن يغلب العنصر الشبابي على الفريق. في حراس المرمى شاب زي رامز ديل، قدامه ماجالايس عنصر خبرة معاه وايت زينيتشينكو إلى جانب صليبة عناصر شباب، نص الملعب عنصرين خبرة زي بارتي وتشاكا، قدامه عناصر شابة في الهجوم أوديجارد ساكا نيكاتيه مارتينيلي. المزيج ده قدر يقدم لنا متعة كروية عالية جدا، متصدر الدوري الانجليزي وبيسعى للحصول عليه بعد غياب 18 عام منذ 2005 مع المدير الفني القدير فينجر. بيسعى ارسنال هذا العام للحصول على الدوري ومتصدر الدوري الانجليزي. ارسنال في هذا الموسم لعب 20 مباراة، حقق الفوز في 16 وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين. خسارته الاولى كانت من مانشستر يونايتد 3-1 في مباراة كان متسيدها ارسنال، ولكن الهجوم المرتد لمانشستر يونايتد قدروا يفوزوا بالمباراة. المباراة الثانية اللي خسر فيها كانت المباراة الأخيرة مع ايفرتون على أرض ايفرتون، وأدى واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم عشان يخسر 1-0. الفريق هذا الموسم أحرز 45 هدف بواقع هدفين وربع في كل مباراة، ودخل مرماه 17 هدف، كتاني أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بعد فريق نيوكاسل يونايتد اللي دخل مرماه 12 هدف. وبالمستوى ده قدر ارتيتا يقدم لنا فريق مرعب حرفيا في الدوري الانجليزي، بيقدم كوره عاليه جدا بفريق يغلب عليه العنصر الشبابي اللي بيدي حيويه وقوه داخل اطار الفريق مع عنصر الخبره المتمثل في خط النص وماجالايز في الدفاع، بيقدموا متعه كرويه حقيقيه ابهار لكل متابعي الدوري الانجليزي مع مدير فني خليفه لجوارديولا المدير الفني ارتيتا اللي بيمتعنا بفريق ارسنال هذا العام ومتصدر الدوري الانجليزي في عوده لفريق ارسنال في تصدر الدوري الانجليزي وتصدير الرعب لكل فرق اوروبا. ده كان نهايه تقريرنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.